لماذا القرآن يعود فيذكرني بأصل خلقتي؟ ليبين لي ما هو هذا الأصل لأجل لا أنسى القصة. والإنسان كلما استشعر مدى افتقاره والإحساس بضعفه أمام قدرة الله سبحانه وتعالى كلما زاد خضوعا وخشوعا، وكلما زاد خضوعا وخشوعا كلما ازداد طاعة وانصياعا لأمر الله سبحانه. لماذا فصل في رحلة الجنين في بطن أمه ولم يفصل في رحلة الإنسان على الأرض؟ وجاء بها فقط في كلمتين، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وأين حياتي؟ حياتي هو في الأول قدمها سبحانه وتعالى. ثم إن بعض الناس يجادلون في قدرة الله على البعث والإحياء بعد الإماتة. الرب الذي أعطاك كل هذه التفاصيل في الخلق، في أطوار الأجنة، في بطون أمهاتها بهذا التفصيل، قادر على الإحياء بعد الإماتة، أن تتراها حقيقة فتأخذك الآيات مما تبصره إلى شيء لا تبصره. أنت رأيت كل هذه الأطوار، الآن مع العلم الحديث والتقنيات، إذن أخرج إلى ما لا تراه وتبصره. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. عظمة قدرة الله عز وجل على، لأنه هو لمن يموت واحد 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 واحد، هذا اللي أصعب ولا الكل يموت مع بعض مرة واحدة؟ فيها إعجاز، فيها بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى. موتتكم واحد ورا الثاني أو مع بعض أو إيش ما تكون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون.